بتحاول بكل الطرق انها تكبل افكار السوريين وتحاول تنشر بينهم التشتت وتقنعهم ان في فرق ما بين المسيحي والمسلم، في فرق ما بين المراه والرجل، وان المصالح متعارضه. والحقيقه مش كده، الحقيقه دايما ان القدسي اللي واقف في الاضراب بيناضل مع المسلم، هما الاثنين الاضراب ده في مصلحتهم، هما الاثنين هتكتسبوا حقوق حقيقيه. ومع تكرار الكليشيه ده احنا بنقول 18,000 مره ان 18 يوم الاولانيين شفنا تلاحم حقيقي، هو مش كليشيه، هو في الحقيقه بيوضح عن ازاي ان 18 يوم الناس قدرت تتحد، تقرب كلها ايا كانت قبطي او مراه، عرفوا فعلا ان السبيل الوحيد دي تحريرهم، السبيل الحقيقي لاسقاط النظام ده هما انهم يبقوا كلهم متماسكين، كلهم ضد عدو واحد. وده اللي في الحقيقه الافكار اللي بيحاول دايما ينشرها عكسها الطبقه الحاكمه، دايما بتحاول تقول لنا العكس، لا ده في فرق، لا ده المصالح مش زي بعضها. وبالتالي احنا شايفين ان اساس الافكار دي واساس الطائفيه واساس الاضطهاد هو دايما من المجتمع الطبقي ده اللي بيضطهد المراه واللي بينشر الافكار دي عشان يشدد الجماهير ويحاول دايما يقف ضد تطورها وضد رضاها. وبالتالي لاننا شايفين ان الجذور الاساسيه للاضطهاد ده والافكار دي هي الطبقه الحاكمه والمجتمع الطبقي، فالطبيعي ان انا لما احب اقضي على الاضطهاد او اقضي على العنصريه والطائفيه يبقى الطبيعي ان انا ههاجم السبب الرئيسي ليه اللي هو الطبقه الحاكمه المستغله اللي هو المجتمع الطبقي. وبالتالي احنا شايفين ان ضروري ان احنا نناضل دايما ضد الطبقه المستغله دي، ضد الراسماليه اللي في الحقيقه بتحاول تنشر دايما الافكار دي وتسيطر على المواطنين والجماهير بافكارها الرجعيه. وبالتالي فاحنا هنقف دايما ونناضل دايما ضد الطبقه الحاكمه. بالتالي فزي ما احنا هنقف ضد الطبقه الحاكمه والمستغلين، زي ما احنا كمان ضروري ان احنا دايما ننشر جوه المناضلين وجوه الجماهير نفسها الوعي باهميه ان احنا نقف ضد الاضطهاد، ان الثوره دي مش هتنتصر الا لو قضينا على الطائفيه ضد الاقباط، ان احنا الثوره دي مش هتنتصر غير لو المراه والرجل الاثنين اتحدوا مع بعض وقفوا وعرفوا ان عدوهم الحقيقي عدو المراه مش الرجل وعدو القبطي مش المسلم. هو ده اللي احنا بنحاول لازم نحاول نعمله، لازم او متواجدين دايما في وسط المضطهدين، بنقول ان الهدف الحقيقي والعدو الحقيقي واللي لازم كسره هو مش الافكار اللي بتروج لها، وان عشان ننتصر فعلا لازم يحصل تجميع كل الافكار دي وتوحيد النضال ضد عدو واحد. وده اللي احنا بيحصل في الحقيقه بنضال يعني فعلي بيحصل على الارض، مثلا ان احنا شفنا قد ايه المراه بعد سقوط مبارك على طول حصل تحرش بيها في اول يوم نزلت فيه تتظاهر يوم المراه العالمي، حصل تحرش بيها وكان في سكوت تام عن التحرش ده ومحدش اتكلم. في المقابل بعدها باقل من 6 شهور المراه لما حصل موقف ست البنات اللي حصل في المجلس العسكري الاف مشوا في مسيره بيقولوا ان احنا بنناضل ان المراه تبقى معانا في المظاهره، بقت تتشكل مجموعات دلوقتي عشان تناضل على اهميه وجود المراه جوه المظاهرات، وبقى طور الوعي لفكره ان المراه لازم تكون موجوده في المظاهره، ان المراه لازم يكون لها الحق انها تمارس حياتها وتمارس حقوقها السياسيه من غير اي تحرشات، من غير اي اضطهاد. وبالتالي حصل تطور نوعي في افكارنا. ده حصل من ايه؟ حصل من النضال على ارض الواقع، ان الناس على ارض الواقع اكتشفت ان المراه دورها اساسي، ان المراه مش هتنتصر الثوره من غيرها. نفس الكلام الاقباط، نفس الكلام لكل فصيل شارك في الثوره واثبت ان من غيره الثوره مش هتقدر تنتصر. وبالتالي مساء الخير. انا طبعا مش قادر اخفي سعادتي الشخصيه، يعني غير السعاده السياسيه، لانه في هذا العدد بيناقش افكار زي دي وافكار اخرى. المفروض يعني زي ما كان الزميل من اللجنه الثقافيه بيتكلم انه بقى في مساحه في مصر ان تتناقش كل الافكار وكل التصورات، بس عندي سعاده شخصيه لان خريج من كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه سنه 93، وفضلت بشتغل سياسه ضمن يعني اتفاق في طراز الشركات الثوريه فتره طويله. بعد كده
وكنا بنقارن انا ومحمود اللي كان معنا برضه في العمل الطلابي تحت رايه الشاكين السوريين، طلاب الشاكين في الجامعه، ما بين ازاي كنا ما بنقدرش ندخل بالباب، وانه الملاحقه كانت بالتفتيش وفي البيوت علشان بس نعمل مجله نقول فيها موقفنا من قضايا عامه، وانه قد ايه الثوره غيرت في مصر رغم كل الكلام اللي بيتقال انه فشلت ومفيش امل والى اخره، لكن الثوره غيرت كتير وهتفضل اعتقد اللي غيرته ده غير قابل للاسترجاع بسهوله، وفي معركه يجب ان احنا نخوضها جميعا عشان نحافظ على الانجاز اللي احنا وصلنا له. علشان اتكلم على الاشتراكيه يعني طبعا ده موضوع طويل للغايه، بس انا هقارن ما بين تعريف انا بشوفه تعريف عظيم لكلمه الاشتراكيه وما بين الشعار الرئيسي للثورات، الثوره في مصر وقبليه في الثوره في تونس اللي هو الشعب يريد تغيير النظام، علشان احاول نخش الجوهر يعني ايه اشتراكيه وليه هي مهمه وقابله وضروريه ان احنا نناضل تحت هذه الرايه في اللحظه اللي احنا فيها. التعريف الاول اللي بتكلم عليه الاشتراكيه هي نظريه التحرر الذاتي للطبقه العامه. طيب اول كلمه في التعريف ده كلمه نظريه. نظريه يعني طبعا منكم بعض الناس ممكن يبقوا دارسين علوم سياسيه، بس هنا النظريه يعني مجموعه افكار متسقه ولها منطق يعني واضح وداخلي، وزي كل النظريات الحيه، لان النظريه دي اقنعت ملايين البشر، ناضل تحتيها ملايين البشر الافكار دي على مدى ال 150 200 سنه اللي فاتوا، قدموا تضحيات وحققوا انجازات كبرى للبشريه مش بس في مصر، في العالم كله. فالنظريه دي نظريه بالضروره، نظريه شديده المرونه، افكار شديده المرونه، لها علاقه باللي بيحصل في الدنيا، بيحصل في الواقع، وبيحصل على الارض. الافكار دي ظهرت بسبب اللي بيحصل على الارض، ظهرت بسبب التطور اللي حاصل في الراسماليه العالميه. وظهرت علشان تحل المشاكل والمعضلات والاثار السلبيه العنيفه بعد مرحله معينه اللي بيخلقها النظام ده بالنسبه لحياه البني ادمين على الارض. فدي اول حاجه، هي مجموعه افكار لكن هي افكار حيه المفروض انها مرتبطه، نابعه اصلا وظهرت بسبب اللي بيحصل في الواقع ونابعه من الواقع. لما نربطها بالجزء الثاني بقى من نظريه التحرر الذاتي للطبقه العامه، التحرر. التحرر يعني حتى الفعل مش حريه معطاه. التحرر معناها انه نضال علشان الناس تخرج بره دايره الاستغلال والاستعباد والقمع والديكتاتوريه اللي بيفرضهم بدرجه او باخرى النظام اللي بيشكل علاقات الناس في المجتمع في السنوات الاخيره في العقود الاخيره في العالم، واللي احنا دقنا الامرين منه على مدى 30 سنه اللي فاتوا في مصر بالصيغه الفكه الفاسده اللي كانت موجوده عندنا، نظام اللي بيتحالف فيه رجال الاعمال والشركات الكبيره مع قيادات الجيش، مع قيادات الشرطه، مع قيادات الاحزاب السياسيه اللي بتشتغل لحسابهم، مع قيادات الاعلام اللي بتشتغل لحسابهم علشان يضمنوا استمرار تبعيه واستغلال الاغلبيه الكاسحه من المواطنين اللي هم في الحقيقه هم اصل الثوره في البلد واصل البلد اصلا. التحرر من هذه الشرور جميعا، واحنا بنشوف زي ما بنسمع قليلا يعني في الصحافه المصريه عن اللي بيحصل في العالم سواء في قبرص او في بريطانيا وقبلها كان في الولايات المتحده وفي اليونان الى اخره، قد ايه انه النظام ده اللي هو دلوقتي بعض الناس بيقولوا لنا ان احنا علينا نسعى ان احنا نبقى نسخه من الغرب او اوروبا او اللي بيحصل في امريكا او في حتت زي دي، انه النظام ده مأزوم. النظام ده فيه مشكله كبيره، والمشكله دي مش بس نتيجه انه حصلت ازمه ماليه، انه لانه النظام ده مبني على انه في طبقه مسيطره مصالحها هي اللي بتحدد ايه اللي بيحصل، فكل العلاجات اللي بتحصل لطريقه العمل اللي فيها مشاكل داخليه دي في المجتمع زي ما بان في الازمه العالميه في 2008 في امريكا وبعد كده في التبعات اللي حصلت بالنسبه لاقتصادات اوروبا والعالم كله،
انه كمان الثمن بيجي على حساب البني ادمين اللي عايشين في البلد، اغلبيه البني ادمين. في انجلترا الاختيارات المتاحه قدامهم، عشان كده زي ما كانت الزميله بتتكلم في الاول، واجب الاشتراكيين دايما ان هم يبقوا موجودين مع الناس في نضالاتهم، يطرحوا افكارهم ويدافعوا عنها بشكل ديمقراطي، لكن ما يكبسوش على الحركه، ما يكبسوش على الناس، هم جزء منها، جزء فاعل، جزء الاكثر نضاليه اذا جاز التعبير. ان التحرر الذاتي لا حل لتغيير نظام او يعني خروج من الوضعيه السيئه اللي موجود فيها العالم، موجوده فيها مصر، الا لو الناس هي اللي غيرت مش حد تاني. الطبقه العامله، في ناس كتير بتقول ان موضوع الطبقه العامله ده خلاص خلص، مفيش اصلا حاجه اسمها الطبقه العامله، وبعض النظريات بتقول انه في اوروبا وكده انتهت الطبقه العامله للابد. لكن طبعا الواقع بيقول حاجه مختلفه. اولا انه التعريف الضيق السائد، يعني ان هو الطبقه العامله دي هي الناس اللي في المصانع، ده تعريف مش سليم. التعريف الصحيح هو العاملين بقى اللي في الوضعيه الطبقيه المتعرضه للاستغلال من الراسماليه. وهنا بقى الممرضات طبقه عامه، هنا القطاع من المهنيين بقى طبقه عامه في مصر وفي العالم، وبالتالي حتى بقى جزء من الاطباء تحول لطبقه عامه، وبالتالي حتى بقى طبيعي انه الناس دي بتعمل نفس الادوات اللي بتستخدمها الطبقه العامله الصناعيه في التاريخ علشان تمكن نفسها من حقوقها، اللي هو انها تتوقف عمدا عن العمل عبر الاضراب علشان تقول انا اللي بنتج وادي قدراتي. هي افكار الاشتراكيه، النضال تحت رايه الاشتراكيه. ولهذا السبب، ولو فكرنا انه دلوقتي كل الناس بتتكلم عن الثوره، انما قبل ما الثوره تحصل ما كانش فيه غير اصوات قليله قوي قوي في مصر وفي الدنيا بتتكلم عن الثوره. وفي ناس دلوقتي من اللي كانوا من اللي يعني بقوا قيادات وفي احزاب وبتاع، وده طبيعي الناس بتغير افكارها، بس كانت بتقول انه ما فيش مجال اساسا لحاجه اسمها ثوره في المجتمع في الدنيا بعد كده. انه خلاص انتهت الفكره دي، اي تغيير لازم يجي تدريجي وعبر الاصلاح، والاصلاح احيانا معناه ان احنا نتفق مع نظام مبارك عشان نعدل حته في الدستور وبعدين نبقى نشوف اللي بعدها الى اخره. انما الاشتراكيين الثوريين وقطاع واسع من اليسار كان بيتكلم عن ثوره، وكان بيشتغل على ثوره. وبيشتغل على ثوره بالافق اللي احنا كنا بنتكلم عليه، وعشان كده في كل نضال جماهيري من بدايات يعني ظهور الاشتراكيه الثوريه في مصر، التيار ده جوه اليسار في بدايات التسعينيات، في كل عمل جماهيري، في كل فعل جماهيري كان التيار ده موجود، سواء بالدعم، بيحاول اشتباك، بيحاول يفهم، وبيحاول يبشر بانه مش هيحصل تغيير في البلد دي الا عبر ثوره. اخر نقطه عشان انا طولت، هي انه الشاكين الثوريين بيدفعوا شعار اسمه الثوره الدايمه. وفي ناس يعني بتتريق انه يعني ثوره دايمه، يعني الناس ايه هايله على بعض كده طول الوقت وعايزين واي حاجه بتضيعها وخلاص. طبعا ده يعني تعريف لدارسين منكم علوم سياسيه هيعرفوا ان ده تعريف فك وخاطئ وتافه. الفكره ببساطه هو انه المطالب الاساسيه اللي الناس بتطلع علشانها وتعمل تغيير اجتماعي وسياسي زي عميق زي اللي احنا شفناه في مصر بايديها، لو المطالب دي ما اتحققتش، بالذات لما الثقه بتاعت الناس قدرتها على انها تعمل تغيير بتزيد، وتبدا تكتشف من ده انها محتاجه انها تنظم نفسها، زي ما احنا بنشوف كده الناس بتعمل حركات وبتعمل لجان شعبيه وبتنظم نفسها في نقابات مستقله وبتدور على بعض الاحزاب وبتدور على زي ما كان زميل بيحكي بتدور على الافكار السياسيه الكبيره عشان تناقشها وتشوف هي ممكن تبقى يعني بتنظم بتضم جهودها مع الباقيين تحت اي رايه من الرايات دي. لما ده بيحصل معناه انه لا يمكن ابدا انه الثوره تتوقف بسهوله الا لما النظام يدخل نظام جديد يستجيب للمطالب اللي مطروحه دي. هو ده مفهوم الثوره الثانيه، انه عجله الثوره اتحركت، وانه نضال الناس اتحرك في الاتجاه ده، وانه من الصعب ايقافه، وان دي معركه، انه في معركه جديده الناس لازم تخوضها. عشان كده انا بنتمي لتيار الشاكين السوري. شكرا جزيلا.